هنتكلم في الباب الثاني عن الإلاستيك كونستانس أو ثوابت المادة. وهنا بنتكلم عن ثوابت المادة، فاحنا بنتكلم على خصائص للخامة، بمعنى إن أي ماتيريال عندنا ليها أرقام معينة بتدل عليها. الأرقام دي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي أو المعادلات بتاعتها هي إيه وعلاقتها بعضها ببعض. أول حاجة هنتكلم كمقدمة، نتكلم دلوقتي على إيه المعادلة العامة للسترين. والمقصود معادلة عامة للسترين هي المعادلة اللي بتربط الاسترس والسترين. احنا عارفين ان في معادلة بسيطة زي اللي باينة قدامنا كده، اللي هي المعادلة بتاعت E تساوي سيجما على إبسون، اللي هي بمعنى الاسترس على السترين يساوي يونجز مودلس. لازم نلاحظ العادلة دي معادلة سترين، بس دي مش المعادلة العامة، دي معادلة في صورة خاصة. ازاي معادلة في صورة خاصة؟ المعادلة دي معادلة تحت ظروف معينة. اولا هي معادلة بتربط المودلس والاسستي مع النورمال ستريس مع السترين الجنريتد ديو تو النورمال ستريس، لكن في صورتها الحاليه اللي هي السيجما تساوي السيجما على السترين يساوي اي، دي صوره خاصه، دي في حاله اليوني اكسل ستو ستريس. يوني اكسل ستو ستريس يعني الخامه بتاعتي معرضه لتحميل في اتجاه واحد. اما اذا كانت الخامه بتاعتي او الماتيريال بتاعتي معرضه للتحميل في اكثر من اتجاه، فالمعادله هي مش هي دي، لا هي معادله اكبر من كده، اعم من كده شويه. دي اول حاجه. عشان كده في معادله عامه بقى لازم نستنتجها. المعادله العامه دي صوره خاصه منها هي المعادله بتاعت الاي تساوي سيجما على ابسلون. دلوقتي هنتكلم على عمليه ازاي اعمل عمليه ديفيجن عشان اطلع معادله عامه للسترين اللي بينتج في خامه معينه او في ماتيريال معينه نتيجه تاثير نورمال ستريس. يعني ايه تاثير نورمال ستريس؟ احنا الموست جنرال كيس ان الماتيريال بتاعتك تبقى عليها ايه؟ سيجما اكس وسيجما واي وسيجما زد، او سيجما 1 وسيجما 2 وسيجما 3. وليه بقول سيجما اكس وواي وزد او 1 و2 و3؟ ليه؟ لان نوعيه السيجما 1 والسيجما 2 والسيجما 3 هي نفسها نوعيه السيجما اكس والسيجما واي والسيجما زد، هي اللي هي النورمال ستريس. بمعنى لو انا عندي اليمنت عليه سيجما 1 وسيجما 2 وسيجما 3 في ثلاث اتجاهات، فكل واحده من هذه السيجمات هتعمل لي سترين في الايه؟ في الاليمنت بشكل معين، ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هو نفس الحاله لو كان عندي جنرال ستيت اوف ستريس، يعني عندي اليمنت ثاني عليه شير على الاوجه وبالاضافه لكده سيجما اكس وسيجما وسيجما زد. فتاثير الشير ليس له تاثير على على تواجد سترين لينر سترين، ولكن اللي هيؤدي لينر سترين هي الايه؟ النورمال ستريس. عشان كده بنقول ايه؟ هنتخيل مثلا اليمنت زي اللي قدامنا ده كده عليه في الثلاث اتجاهات سيجما اكس او سيجما 1 اللي هي الحمراء، وسيجما زد او سيجما واي او سيجما 2 اللي هي الزرقاء، وسيجما زد السوداء اللي هي ايه؟ او سيجما ايه 3. في الثلاث اتجاهات التحميل بتاعنا زي ما هو واضح كده ايه قدامنا. هنا بدايه لازم ناخد بالنا من حاجه، ان كل ستريس كومبوننت، يعني ايه ستريس كومبوننت؟ يعني سيجما اكس او سيجما واي او سيجما زد او سيجما 1 او سيجما 2 او سيجما 3، اي واحده منهم تعتبر ستريس كومبوننت. اي ستريس كومبوننت من دي بتعمل لي سترين في الاتجاه اللي بتاثر فيه، اللي احنا بنسميه لينير سترين. يعني مثلا سيجما 1 اللي هو في الاتجاه الاحمر ده هو اللي قدامنا دي بتعمل لي، او سيجما اكس اي واحده منهم بتعمل لي في الاتجاه بتاع اللي هو الاتجاه اكس اللي هو الاتجاه الاحمر ده بتعمل فيه سترين، احنا بنسميه لينير سترين. وفي نفس الوقت هذه السيجما اكس بتعمل في الاتجاه الازرق اللي هو في اتجاه واي، وفي الاتجاه الاسود اللي هو اتجاه زد، بتعمل نوعين تاني، بتعمل نوع تاني من الايجاد اللي احنا من الايجاد اللي احنا بنسميه لينير لاترال ستريم. وبالتالي كل مركبه يعني السيجما اكس بتعمل لينير ستريم في الاتجاه اكس ولاترال ستريم في الاتجاه واي وزد، والسيجما واي بتعمل لي لينير ستريم في الاتجاه واي وبتعمل لي لاترال ستريم في الاتجاه اكس وفي الاتجاه زد، والسيجما زد بتعمل لي لينير ستريم في الاتجاه زد وبتعمل لي في الاتجاه اكس وفي الاتجاه واي لاترال ستريم. نفس الكلام السيجما 1 بتديني في الاتجاه 1 بتديني لينير ستريم، وفي الاتجاه 2 و3 بتديني لاترال، وهكذا بالنسبه للسيجما 2 والسيجما 3. وبالتالي اي كومبوننت ستريس كومبوننت بتديني نوع من الاستريس. اول حاجه لينير ستريس قيمته ابسلون، والتاني حاجة لاترال سترين في الاتجاهين المتعامدين على اتجاه التحميل، ودي قيمتها ناقص ميو ابسون. ليه بنقول ابسون؟ يعني مثلا في الاتجاه اكس بنقول في الاتجاه هيطلع لينا سترين ابسون اكس،
وفي الاتجاهات العموديه لاترال سترين ماينس ميو ابسون. اول حاجه لازم نبقى عارفين ان السترين اللي بيحصل في الاتجاه في اتجاه التحميل اللي هو لينير داون ده بيبقى اكبر من السترين اللاترال بقيمه اللي هي بواسون ريشيو. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان لو حصل استرين في اتجاه التحميل ابسلون هيحصل في الاتجاه المتعامل ايه؟ ميو ابسلون. حاسس ميو دي بتبقى اقل من واحد، يعني مثلا ميو المعادن الحديديه بتاعتنا بتبقى في حدود 3 من 10. وهنا بنقول ايه؟ ناقص ميو ابسلون. طب ليه بنحط اشاره ناقص؟ ايوه لان انا لو عندي سيجما اكس دي كانت تنسايل ستريس فهتديني الونجيشن، هتديني سترين لينير سترين الونجيشن، يعني المعدن هيستطيل في الاتجاه بتاع اكس، لكن وهو بيستطيل في الاتجاه بتاع اكس هيحصل له كونتراكشن في الاتجاه بتاع واي والاتجاه بتاع زد. عشان كده الكونتراكشن دون بقيمه ايه؟ ميو ابسلون، بس نحط لها ايه؟ شرط الناقص، لانه ايه؟ كونتراكشن يحصل فيه نقص في الايه؟ في الابعاد. فلازم نبقى ايه؟ واخدين بالنا من هذه المعلومه، ودي معلومه ثابته لكل الحالات او اساسيه في استنتاجنا للمعادلات اللي احنا بنتكلم عنها. وبالتالي احنا ممكن نقول الكلام ده بطريقه ثانيه، هنقول ايه؟ نقول ان ايه؟ كل مركبه اجهاد، كل ستريس كومبوننت فبتولد ثلاث انواع من الاسترين، او تولد ثلاث قيم للاسترين في الثلاث اتجاهات المتعامده. وبالتالي اي تحميل في اتجاه واحد بيديني سترين او بيديني انفعال في الثلاث اتجاهات. يعني انا عندي بار بشده، ففي الاتجاه الشد بيحصل سترين لينا الاسترين كويس، لكن في الاتجاهات العرضيه بتاعتي اللي هي العموديه على اتجاهات الشد اللي هي الاتجاهات بتاعت المحاور اللي بيتكون لي الكروس سيكشن بتاع العنصر اللي انا بشده دون، في هذه الاتجاهات بيتولد سترين اخر لو لاترال سترين. فاذا كان انا بعمل عمليه شد فبعمل عمليه اكستنشن، فبتبقى الابسلون بتاعتي موجبه، فبيبقى الميو ابسلون اللي هو اللاترال سترين في الاتجاهين التانيين بيبقوا ايه؟ كونتراكشن بيبقى بالسالب، بيبقى ناقص ميو ايه؟ ابسلون. وبالتالي ففي الاتجاه اكس مثلا هبص الاقي سيجما اكس هتدي سترين اسمه ابسلون اكس. ابسلون اكس بجيبه من العلاقه بتاعت ايه؟ بتاعت الستريس سترين مع يانجس موديوس، ان الابسلون اكس زي ما موضوع قدامنا كده ابسلون اكس تساوي سيجما اكس على ايه؟ نفس الكلام هي السيجما اكس دي بتديني في الاتجاهات الثانيه بقى اللاترال بتديني قيم ايه؟ ثانيه هي قيمه ابسلون اكس دي بس مضروبه في الميو واشارتها ايه؟ سالب في الاتجاهات اللي هي في الاتجاه واي وفي الاتجاه زد. طب السيجما واي بتديني في الاتجاه اكس، هي تديني السيجما لو انا في عندي شد في الاتجاه واي هيديني في الاتجاه واي قيمه هي ايه؟ سيجما واي على اي. ماشي سيجما واي على اي، لكن هتديني في الاتجاه اكس، الكلام ده على الاتجاه اكس اللي هو في سيجما اكس في الاتجاه بتاعها، فسيجما اكس ادتني ابسلون اكس سيجما اللي قيمته سيجما اكس على اي. طب والسيجما واي هتديني في الاتجاه سيجما واي اللي في الاتجاه واي هتديني في الاتجاه اكس لو كانت هي شد هتديني كونتراكشن بقى قيمته ايه؟ ناقص ميو سيجما واي على اي. نفس الكلام بالنسبه للسيجما زد هتديني في الاتجاه اكس لاترال سترين ناقص ميو في ابس في سيجما زد على اي. معنى كده الاتجاه اكس هيحصل فيه سترين ابسلون اكس اللي هو التوتال، يعني عباره عن ايه؟ سيجما اكس على اي مطروح منها ميو سيجما واي على اي مطروح منها ميو سيجما زد على اي. ودي تعتبر صوره عامه للمعادله، ان ابسلون اكس بتساوي سيجما اكس على اي ناقص ميو في سيجما واي على اي ناقص ميو في سيجما زد على اي. طب بنفس الطريقه هيبقى الابسلون في الاتجاه واي هتديني ايه؟ هتديني سيجما واي على اي مكان بقى لان في اتجاه واي ناقص ميو في سيجما اكس على اي ناقص ميو في سيجما زد على اي. ده على اساس هنا ان انا عندي اليمنت عليه ايه؟ تحميل في الثلاث اتجاهات. دي الصوره العامه للمعادله بتاعه الجنريتد ايه؟ استرين. الصوره العامه للاسترين اللي احنا قلناه ده هنكرره دلوقتي تاني في الجدول اللي قدامنا ده، بقى عشان يوضح لي كل حاجه. انا عندي دلوقتي ثلاث انواع من الاجهادات اللي هي سيجما اكس اللي باينه في العمود الراسي اللي على الشمال خالص، اللي هي سيجما اكس وسيجما واي وسيجما زد، وكلها اجهادات عموديه، اذا تاثيرها ممكن تديني ايه؟ استرين لينير استرين كويس. وعندي ثلاث اتجاهات للتحميل اللي هما في الايه؟ في الصف في الصفوف اللي قدام اللي عندي اللي في الاتجاه اكس
والاتجاه واي والاتجاه زد. فسيجما اكس هتبقى في اتجاه اكس وسيجما واي هتبقى في اتجاه واي وسيجما زد في اتجاه زد. ماشي. يبقى انا دلوقتي عايز بقى في ايه؟ اشوف سيجما اكس هتديني في كل اتجاه اجهاء استرين قيمته قد ايه. تعال نشوف. هيبقى سيجما اكس هتديني في الاتجاه اكس سيجما اكس على اي اللي هي اول خانه في اول صف من فوق. تاني اول خانه في اول صف اللي تحت الايه في العمود بتاع الاكس دايركشن. وهتديني في الواي دايركشن هتديني ناقص ميو في سيجما اكس على اي. طب في الاتجاه زد هتديني ناقص ميو في السيجما اكس برضو على اي. يبقى هتديني في الاتجاه واي وفي الاتجاه زد ناقص ميو سيجما اكس على اي. لكن في الاتجاه اكس هتديني سيجما اكس على اي. طب سيجما واي بنفس الطريقه. سيجما واي هتلاقيها اللي هي في المنتصف تحت في الواي دايركشن هتديني في يعني دلوقتي في الصف الوسطاني هتديني ايه؟ في الواي دايركشن هتديني سيجما واي على اي، لكن في الاكس دايركشن هتديني ايه؟ ناقص ميو سيجما واي على اي. لان اللينير ستريم بتاعها وسيجما واي على اي ده في اتجاه التحويل بتاعها اللي هو الاتجاه واي. لكن في الاتجاهات المتعامده عليها اللي هو الاكس دايركشن والزد دايركشن هيبقى في ناقص ميو في سيجما واي على اي. يبقى هتلاقي تحت الاكس دايركشن مع سيجما واي هتلاقي ناقص ميو سيجما واي على اي، وعندي الزد دايركشن برضه ناقص ميو في سيجما واي على اي. بنفس الكلام السيجما زد هتديني في الاتجاه اكس وفي الاتجاه واي ناقص ميو في سيجما زد على اي، وهتديني في الاتجاه زد سيجما زد على اي. يبقى اذا السيجما اكس بتديني في الاتجاه اكس لينير سترين سيجما اكس على اي، والسيجما واي بتديني في الاتجاه واي لينير سترين سيجما واي على اي، والسيجما زد بتديني في الاتجاه زد دايركشن سيجما زد على اي. السيجما اكس بتديني لاترال سترين في الاتجاه واي والاتجاه زد قيمته ناقص ميو سيجما اكس على 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 اي، والسيجما واي بتديني في الاتجاه اكس وفي الاتجاه زد لاترال سترين ناقص ميو سيجما واي على اي، والسيجما زد بتديني في الاتجاه اكس وفي الاتجاه واي لاترال سترين قيمته ناقص ميو في سيجما زد على اي. وبالتالي لو انا خدت اي صف راسي ياخد السيجما، خد مثلا الصف اللي هو بتاع اكس دايركشن راسي بقى، هبص في عندي اول خانه سيجما اكس على اي دي نجم ده استرين ناتج من السيجما اكس، وناقص ميو في سيجما واي على اي تحتيها دي ناتج من السيجما واي، وناقص ميو في سيجما زد على اي دي ناتج من السيجما زد. يبقى انا بتكلم دلوقتي في العمود الراسي الاولاني اللي هو بتاع الاكس دايركشن بتكلم على ثلاث قيم للاسترين، القيمه الاولانيه ناتجه من السيجما اكس، والقيمه الثانيه ناتجه من السيجما واي، والقيمه الثالثه ناتجه من السيجما زد. يعني اتجاه الاكس دايركشن ده الاكس هتديني فيه لينير سترين، والسيجما واي والسيجما زد هتديني سترين لاترال سترين قيمته ناقص ميو في سيجما واي على اي وناقص ميو في سيجما زد على اي. وبالتالي فالابسلون في الاتجاه اكس هي عباره عن ايه؟ سيجما اكس على اي ناقص ميو في سيجما واي على اي ناقص ميو في سيجما زد على اي. نفس الكلام في الاتجاه واي، هلاقي في الاتجاه واي اللي هو العمود بقى ايه الوسطاني بتاع الواي دايركشن هلاقي بينشا فيه سترين لاترال سترين ناقص ميو في سيجما اكس على اي ده ناتج من الاكس من السيجما اكس، ولينير سترين سيجما واي على اي ده ناتج من السيجما واي، ولاترال سترين ناقص ميو في سيجما زد على اي ده ناتج من السيجما زد. وبالتالي قيمه السترين الاجمالي ناتج في الاتجاه واي هو ناقص ميو في سيجما اكس على اي زائد سيجما واي على اي ناقص ميو في سيجما اكس على اي ناقص ميو في سيجما زد على اي. يبقى ناقص ميو في سيجما اكس على اي زائد سيجما واي على اي ناقص ميو في سيجما زد على اي. طب في الاتجاه زد نفس الكلام، هفي اثنين لاترال سترين ناتجين من السيجما اكس ومن السيجما واي، ولينير سترين ناتج من السيجما زد. دي برضه هنجمع الثلاثه بنفس الطريقه زي ما احنا ايه زي ما هو واضح ايه قدامنا. وبالتالي الجدول اللي فات دون انا ممكن احطه في الصوره صوره المعادله الواضحه قدامي دي، ان هي ابسلون في الاتجاه اكس او الاتجاه واي او الاتجاه زد تساوي اي واحد من الاتجاهات دي تساوي سيجما اكس في الاتجاه اكس او الاتجاه واي او الاتجاه زد على اي ناقص ميو في سيجما واي او سيجما زد او سيجما اكس على اي ناقص ميو في سيجما زد او سيجما اكس او سيجما واي على اي. بمعنى ان انا قلت انا عايز اجيب مثلا ايه ايبسلون اكس، اقول يبقى ايبسلون اكس بالراحه كده ايبسلون اكس يساوي نفس المعادله اول صف في المعادله ايبسلون اكس يبقى هتساوي ايه سيجما اكس على اي ناقص ميو
سيجما واي على اي ناقص نيو سيجما زد على اي. يعني انا ببص للسافكس بتاع الاكس الاولاني، اخد الاولاني من 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 الترم الاول من في الناحيه اليمين بقى ثلاث ترمات، ترم اولاني وترم ثاني وترم ثالث، اخد السافكس الاولاني من الترم الاولاني والسافكس الثاني من الترم الثاني والسافكس الاولاني من الصف الاول السافكس الثاني من الترم الثاني الاولاني من الترم الثاني برضو والسافكس الاولاني برضو من الترم الثالث. يعني سيجما ابسلون اكس تساوي سيجما اكس على اي ناقص ميو في سيجما واي على اي ناقص ميو في سيجما زد على اي. طب لو قلت عايز سيجما واي يبقى انا بتكلم على السافكس نمرة 2 اللي هو مش الاكس لا الواي، يبقى هيقول ايه سيجما يبقى بلاش يبقى في سيجما بقى بشوف اول ترم في الناحيه اليمين مش هيبقى سيجما اكس بقى لا هيبقى سيجما واي. سيجما واي على اي ناقص ميو في سيجما زد على اي ناقص ميو في سيجما واي على اي. طب يبقى الابسلون زد نفس الطريقه، الابسلون زد هيساوي ايه؟ الابسلون زد هيساوي السيجما، يبقى السيجما يبقى زد بقى على اي ناقص ميو في سيجما اكس على اي ناقص ميو في سيجما واي على اي. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه لو انا عندي اليمنت عليه تحميل في ثلاث اتجاهات، تحميل يعني تحميل عمودي طبعا في ثلاث اتجاهات، وانا عايزين في اتجاه ما عايز اجيب الاستريس ناتج عنه، فالاستريس ناتج عنه يساوي الاستريس في هذا الاتجاه مقسوم على اي ناقص ميو في الاستريس في اي اتجاه في الاتجاه الثاني مقسوم على اي ناقص ميو في الاستريس في الاتجاه الثالث مقسوم على اي. ده في الاتجاه الاول في اتجاه ما، دي قاعده ايه؟ تبقى قاعده عاديه. وبالتالي فانا هوصل للمعادله اللي هي ايه؟ اللي هي المعادله الوسطانيه دي اللي هي مكتوب بالاحمر في الوسط دي اللي هي ابسلون اكس واي زد تساوي 1 على اي في سيجما اكس واي زد ناقص ميو في سيجما واي زد اكس ناقص ميو في سيجما زد اكس، او ان ابسلون اكس واي زد تساوي 1 على اي في سيجما اكس واي زد ناقص ميو افتح قوس سيجما واي زد اكس زائد سيجما زد اكس واي. ودي الصوره العامه، الصوره العامه للسترين الناتج نتيجة حالة كومبايند، يعني حالة مركبة، حالة مركبة من الإجهادات. خد بالك المعادلة دي بتاعت ايبسلون اكس واي زد واحد على اي سيجما ناقص ميو في سيجما زائد سيجما دي، لو بصيت لها لو انا دلوقتي عندي الحالة بتاعتي عمود بيتشد، عمود بيشد وبالتالي عليه سيجما واحده بس سيجما اكس بس، معناه كده ان سيجما واي وسيجما زد بكام؟ بصفر. يبقى لو هطبق في المعادله دي اقول ايه؟ ان ابسلون اكس اللي هو ناتج نتيجه السيجما زد اكس هيساوي 1 على ايه؟ في سيجما اكس ناقص ميو في سيجما واي وسيجما زد ودول بصفار، هيبقى تساوي ايه؟ سيجما اكس على اي. ودي المعادله بتاعتنا اللي هي بتاعت اي تساوي الاستريس على السترين، يعني السترين يساوي السيجما على الاي. ما دي المعادله اللي هي ايه؟ معادله بسيطه احنا قلنا في الاول اول الكام ده واحنا بنتكلم النهارده في هذا الباب، قلنا ان المعادله بتاعت ان اي تساوي الاستريس على السترين دي صفه صوره خاصه، اللي هي صوره خاصه من المعادله دي. يبقى المعادله دي في حالتها الخاصه لما بيكون في تحميل في اتجاه واحد توصل لي للمعادله بتاعت ان الاي يساوي الاستريس على السترين، او ان السترين يساوي السيجما مقسومه على الاي. زي ما احنا اتفقنا وقلنا قلنا بتعامل مع السيجما اكس والسيجما واي وزد، تاثيرها سيجما اكس واي وزد، تاثير السيجما واي اكس وزد على السترين هو نفسه تاثير السيجما 1 والسيجما 2 والسيجما 3، لان كلاهما اجهادات عموديه. وبالتالي المعادله سيجما اكس واي زد تساوي 1 على اي سيجما اكس واي زد ناقص ميو سيجما واي زد اكس زائد سيجما زد اكس واي، ممكن انا احطها في الصوره العامه، في الصوره العامه في حاله البرنسبل اللي هي سيجما 1 2 3 تساوي 1 على اي في سيجما 1 2 3 ناقص ميو في سيجما 2 3 1 زائد سيجما 3 1 2. ولاحظ الترتيب، لو خدت من الابسلون 1 2 3 خدت اول حرف اللي هو 1 يبقى اخد من بعد كده من دي من من من, من السيجما والسيجما والسيجما اول حرف فيها بالترتيب اللي هو ايه مكتوب ايه قدامنا. وبالتالي المعادله اللي احنا وصلنا لها دي تعتبر المعادله بتاعت السترين ديو تو تراي اكسيال ستيت اوف ستريس، يعني السترين الناتج نتيجه حاله التحميل الثلاثيه الابعاد او حاله التحميل في الاتجاهات ايه الثلاثه. حاله التحميل في الاتجاهات الثلاثه دي هيبقى ليها حالتين خاصه، الحاله سبيشال كيسز حالتين. الحاله الاولى لو كان في اجهادين بس، يعني في عند سيجما اكس ليها قيمه وسيجما واي ليها قيمه لكن سيجما زد تساوي صفر، في هذه الحاله هيبقى الابسلون في الاتجاه اكس والابسلون في الاتجاه واي والابسلون في الاتجاه زد نحسبها من المعادلات اللي قدامنا، اللي هي واحد اللي هي الابسلون في الاتجاه اكس 1 على اي في سيجما اكس ناقص ميو في سيجما واي زائد سيجما زد، بس سيجما زد بصفر هتبقى سيجما اكس 1 على اي في سيجما اكس ناقص ميو في سيجما واي
ناقص نيو سيجما واي. طب والسيجما والابسلون في الاتجاه واي، سواء واحد على ايه في ابسلون واي ناقص ميو في ابسلون اكس. طب والابسلون في الاتجاه زد واحد على ايه في صفر ناقص ميو في سيجما اكس لا سيجما زد، لان هنا الصفر بقى في المعادله بتاعت الابسلون زد الصفر الاولاني ده، ده بتاع اللي ايه بتاع السيجما زد، لان سيجما زد بصفر. سيجما زد بكام؟ بصفر. مفيش عندي غير سيجما اكس وسيجما واي زي الحاله اللي كده الايه اللي قدامي. نفس الكلام ده ينطبق على لو كان ده كان الاكس والواي والزد هي برنسبل سيسز، يعني عايز اجيب الابسلون في الاتجاه واحد وفي الاتجاه اثنين وفي الاتجاه ثلاثه، فيبقى الابسلون في الاتجاه واحد هيبقى يساوي واحد على ايه في سيجما واحد ناقص ميو في سيجما اثنين على اساس ان سيجما ثلاثه بتساوي صفر، وسيجما اثنين سوى واحد على ايه في سيجما اثنين ناقص ميو في سيجما واحد، وسيجما وابسلون ثلاثه تساوي واحد على ايه في صفر ناقص ميو في سيجما واحد زائد سيجما اثنين. دي ايه دي حاله اعتقد كده احنا ايه كررناها ايه اكتر ايه من مره. سبيشال كيس الثانيه اللي هو لما بيكون السيجما اكس سيجما واي والسيجما زد يساوي صفر، دي الحاله زي ايه زي بالظبط اختبار ايه تنشن تيست. بار عندي او عينه او بروبا معين وبشدها بقيمه معينه، هتلاقي الابسلون في الاتجاه بتاعها الابسلون اكس تساوي ايه سيجما اكس على ايه، اللي احنا المعادله احنا دايما حافظينها ان ايه تساوي سيجما على ابسلون. طيب في الاتجاهات العرضيه، يعني اذا كان اتجاه الطول اللي انا بشد في الاتجاه ده اسمه الاتجاه اكس، فالاتجاه العرضي اللي هو الاتجاه واي والاتجاه زد فيهم ابسلون بكام؟ ابسلون واي وابسلون زد، ابسلون واي بيساوي واحد عليه في ناقص ميو في سيجما اكس. ليه؟ لان هي المفروض ابسلون واي واي تساوي واحد على ايه في سيجما واي بس بصفر ناقص ميو في سيجما اكس زائد سيجما زد، لكن سيجما واي بصفر يبقى ما فيش سيجما واي، يبقى ناقص ميو في سيجما اكس والسيجما زد بصفر كمان، يبقى اذا ايه المعادله بتاعتي اللي هي ايه ابسلون واي يساوي ايه ناقص ميو في سيجما اكس على اي. ودي المعادله بيقول ايه اللي احنا دايما بنقول ايه بنقول ايه ان اللاترال سترين ده يعتبر اللاترال سترين ناتج في الاتجاه واي من 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 سيجما اكس، من سيجما اكس ناتج في الاتجاه واي يبقى لاترال، من سيجما اكس وناتج في الاتجاه زد يبقى لاترال، من سيجما اكس وناتج في الاتجاه اكس يبقى ايه لينير. فاللاترال سترين هو اهو بيساوي ناقص ميو سيجما اكس على اي، اللي ياخد بالك يعني ايه ناقص ميو ابسلون اكس، لان سيجما اكس على اي هي نفسها بايه بالابسلون اكس في المعادله اللي فوق. فلو عبطت في المعادله الاولانيه اللي فوق خالص في المعادله الاثنين بتاعت ابسلون واي، هيبقى ابسلون واي يساوي واحد على اي في ناقص ميو سيجما اكس اللي هي نفسها تساوي ناقص ميو سيجما ناقص ميو ابسلون اكس، ويبقى الابسلون زد تساوي واحد على اي في صفر ناقص ميو في سيجما اكس اللي تساوي واحد على اي ناقص ميو سيجما اكس اللي هي تساوي ناقص ميو ابسلون اكس كده. بس نبقى احنا كده ايه وصلنا عارفين يعني في وجه العموم ان المعادله بتاع معادلات معادله الاسترين هي معادله من معادله مركبه شويه اللي هي فيها ان الابسلون بتساوي واحد على اي في سيجما اكس في هذا الاتجاه ناقص ميو في مجموع السيجمتين في الاتجاهين المتعامدين على اتجاه الايه الاتجاه اللي بحسب فيه الايه الاسترين اللي هي ايه سيجما ابسلون اكس سواء واحد على اي في سيجما اكس سيجما في الاتجاه ناقص ميو في الاتجاهين المتعامدين اللي هم سيجما واي زائد سيجما ايه زد. هنتكلم دلوقتي على الفيلومتريك سترين اللي هو ابسلون في او الانفعال الحجمي، يعني قد ايه حصل تغير في ابعاد كتله كامله. لو افترضنا ان احنا عندنا مكعب متوازي مستطيلات الاصفر اللي قدام ده اطواله في الاتجاهات اكس واي وزد هي الاكس واي اند زد، معنى كده ان هذا المكعب ليه حجم حاسب ضرب الثلاثه في بعض، يعني الفي بتاعته تساوي الاكس في الواي والزد. طيب دلوقتي لو اللوحه اللي قدام دلوقتي دي ايه صغرت انا شويه بس الايه المكعب الاصفر وابتديت اشده في الاتجاه اكس بقوه تنسايل فورس او بسيجما في الاتجاه اكس، فيحصل ايه؟ هيحصل فيه الونجيشن في الاتجاه اكس قيمته دلتا اكس، وبالتالي يحصل فيه كونتراكشن في الاتجاه واي دلتا واي وكونتراكشن في الاتجاه زد دلتا زد. اذا حصل نقص دلتا زد وحصل نقص دلتا واي نتيجه الزياده في الطول دلتا اكس نتيجه التاثير بسيجما اكس في الاتجاه ايه اكس. لازم نبقى عارفين ايه ده ترتيب الايه الموضوع. يبقى اذا
الاليمنت بتاعي لما انا شديته حصل فيه في الاتجاه شديته في اتجاه اكس بستريس قيمته سيجما اكس او سيجما، فاداني سترين في الاتجاه، اداني الونجيشن في الاتجاه اكس قيمته دلتا اكس، وحصل كونتراكشن نقص ارتفاعه دلتا واي ونقص البعد الثالث بتاعه اللي في الاتجاه زد بمقدار ايه؟ دلتا زد. اذا هذا الاليمنت حصل فيه انفعال حجمي، يعني حصل فيه تغير في ابعاده، في الثلاث اتجاهات. الفوليومتريك سترين ده هو بيعرف ان هو الريشيو بين التغير في الحجم على الحجم الاصلي، يعني ايبسلون في هو عباره عن دلتا في اللي هو التغير في الحجم على الحجم الاصلي. لو احنا نشوف نعمل سمشن للدلتا في، دلتا في عباره عن ايه؟ هما ثلاث مكعبات اللي هو الفرق بين حجم المكعب الكبير التغير في الحجم اللي هو بقى ايه؟ اللي هو الدلتا زد مضروبه في الايه؟ في الاريا اللي هي دلتا اكس في دلتا واي اللي هي الايه؟ المواجهه. والدلتا واي مضروبه في الدلتا في الاكس زد في المواجهه اكس زد اللي هو المسطح الافقي، والدلتا اكس مضروبه في الواي زد اللي هو المسطح الجانبي. يبقى مجموع الثلاثه دول مجموع التضاد اللي هو اكس واي دلتا زد زائد اكس زد دلتا واي زد زائد واي زد دلتا اكس، ده عباره عن دلتا في لما بقسمها على الفوليوم الاصلي اللي هو اكس واي زد ده حاصل دبله يديني ايه؟ الفوليومتريك سترين. يبقى المعادله اللي قدامنا دي بتديني الفوليومتريك ايه؟ سترين. وبالتالي لما بص بقى دلوقتي، انا دلوقتي لو حاولت المعادله دي رياضيا كده افك المعادله اللي هي ايبسلون في تساوي اكس واي دلتا زد زائد اكس زد دلتا واي زائد اكس واي زائد واي زد دلتا اكس مقسوم على اكس واي زد، لو حاولت ايه افصصها عن بعضها هلاقيها بعض الاختصارات هلاقيها عباره عن ايبسلون في تساوي دلتا اكس على اكس زائد دلتا واي على واي زائد دلتا زد على زد، بمعنى ان الايبسلون في اللي هو ده الفوليومتريك سترين او الانفعال الحجمي هو عباره عن مجموع الثلاث انفعالات في الثلاث اتجاهات، مجموع جمع جبري للثلاث انفعالات في الثلاث اتجاهات له ايبسلون اكس زائد ايبسلون واي زائد ايبسلون زد. في ان هو معامل في ماتيريال كونستانت او ثابت للمعدن اسمه الكي او البالك موديلس، معامل الجسيئه البالك موديلس، وده بيتعرف ان هو النسبه بين الفوليومتريك سترين على الفوليومتريك ستريس، الفوليومتريك ستريس على الفوليومتريك سترين، بمعنى ان انا ممكن احط الفوليومتريك سترين تساوي الفوليومتريك ستريس مقسوم على الكي، زي ما بيقول ايه الاسترين يساوي السيجما في 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 اللينير سترين، الابسلون تساوي السيجما على الاي، فانا هنا برضه ممكن اقول الابسلون في تساوي مجموع السيجمات مقسومه على الكي، اللي هي المعادله اللي قدامنا دي اللي ابسلون في تساوي سيجما اكس سيجما واي سيجما زد مقسومه على 3 كي، ودي التعريف بتاع البالك مودلس او المعامل الحجمي او المعامل الحجمي. اذا بسهوله كده ممكن نقول ان اي ماتيريال ليها مجموعه من الايه من الكونستانتس اللي احنا بنتعامل معاها. الحاجات اللي احنا كنا عارفينها قبل كده هو مانجس موديلس اللي هو الاي اللي هو الاستريس على السترين، وفي حاجه كمان بواسون ريشيو اللي هو ايه اللاترال سترين على لينير سترين، وفي كمان دلوقتي عرفنا مثلا ايه معامل الريجيديتي جي موديلس والبالك موديلس الجي موديلس والبالك ايه موديلس. لا طيب هل في دلوقتي في علاقات بتربط الحاجات دي ببعض؟ ايوه في علاقات بتربط الكونستنس دي كلها مع بعض، الاي والجي والكي والميو لكل خامه في علاقات بتربطهم مع بعض، وده اللي احنا هنحاول نستنتجهم ايه مع بعض ايه دلوقتي. فلما نتخيل دلوقتي ان احنا عندنا ماشين اليمنت عنصر، اي عنصر شافت عمود اي حاجه شافت جلب اي حاجه، وعليها مجموعه اجهادات، احنا هنتخيل على الاجهاد شير ستريس فقط. وحمثلها بالإليمنت اللي واضح قدامنا على الشمال في اللوحة دي من فوق اللي هو عليه تاو فقط لا غير. تاو دي معناها ايه؟ معناها انها ان الإليمنت دون عليه اجهادات برنسبال سيجما 1 وسيجما 2، سيجما 1 هتبقى تساوي تاو وسيجما 2 هتساوي ناقص تاو طبقا لدائرة مور المرسومة وطبقا للتوزيع اللي ظاهر على اليمين خالص اللي هو على الإليمنت بعد ما لفيناه بالزاوية اللي تلغي لي اللي تبقى 45 درجة اللي تلغي لي قيمة الشير ستريس وتحوله إلى برنسبل ستريس. هذا الإليمنت لو بصينا له بقى كده فممكن إحنا نحطه في شكل آخر وهو شكل إيه هندسي اللي هو الشكل اللي واضح إيه قدامنا إن 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 إن, إن, إن الإليمنت بتاعي عند النقطة أو حصل لها إكستنشن النقطة O اللي هي حرف الإليمنت دون
كان في دياجونال او في قطر للاليمنت هو او اي. الاو اي ده حصل له اكستنشن، حصل له طلبه بقيمه ايه؟ البي في سي، البي سي، البي سي، البي سي ده هو ايه؟ الزياده في طول القطر او اي. معنى كده ان الاستين اللي حصل في او اي ده هو عباره عن البي سي، البي سي على مقسوم على الاو اي. في نفس الوقت قيمه الاسترين اللي حصل في الاو اي هو عباره عن ايه؟ من المعادله اللي احنا خدناها ان الاسترين بيساوي 1 على اف سيجما ناقص ميو في سيجما زائد سيجما، هيبقى الاسترين في او اي بيساوي 1 على اف سيجما 1 ناقص ميو في سيجما 2. ده قيمه الاجهاد اللي حاصل على ايه؟ قيمه الاسترين اللي حاصل في او اي. فلو احنا عوضنا بقيمه السيجما 1 والسيجما 2 من الاليمنت اللي كان ظاهر عندي اللي هي ان السيجما 1 بتساوي تاو والسيجما 2 بتساوي ناقص تاو زي ما ظهر في دايره نور اللي كانت ظاهره قدامنا قبل كده، فهنلاحظ ان ايه؟ ان الاسترين هيبقى يساوي 1 على اف تاو ناقص ميو في ماينس تاو، لان ماينس تاو دي اللي هي ايه؟ سيجما 2. لو معنى كده ان ايه؟ معنى كده ان الاو اي الاسترين في الاو اي بيساوي 1 على اف تاو زائد ميو تاو، او اللي تساوي تاو على اي في 1 زائد ميو. اذا قيمه الاسترين ده اللي هو تاو على اي في 1 زائد ميو، ده قيمه الاسترين اللي حصل في الدياجونال بتاع الاليمنت ده اللي هو نفسه البي سي مقسومه كاطوال بقى كاكستنشن البي سي مقسومه على او اي. ولكن عندي الاو اي ده كوتر في المثلث اللي هو يعتبر نص المربع اللي هو بيمثل لي وجه من اسطح سطح من اسطح الاليمنت اللي انا واخده عندي. فالاو اي ده من الهندسه بتاعت الشكل، وكان الحرف بتاع الاليمنت بتاعي ارتفاعه ايه، فيبقى او اي ده بيساوي ايه؟ جذر 2، لان ده مثلث إيه؟ قائم زاويه 45، وبالتالي فهيبقى الابسلون، الابسلون او اي بي بتساوي الاثنين ايه، او ان التان جاما، وحيث جاما دي اللي زاويه اللي احنا بنسميها الديستورشن انجل، بتساوي الاي سي مقسومه على الاي. معنى كده ان ان الاسترين بتساوي الجاما على 2. وبالتالي فممكن نستنتج حيث ان تعريف المودس اوف ريجيديتي اللي هو جي تساوي التاو على الجاما، معنى كده ان الجاما تساوي التاو على جي، وانا عندي ابسلون اللي انا اللي هو الاسترين اللي انا لسه حاسبه دلوقتي تساوي تاو على اي في 1 زائد ميو. معنى كده من الهندسه البسيطه من حساب المعادلات الجبريه هي نوصل ان ايه؟ ان جي تساوي اي على 2 في 1 زائد ميو، ودي المعادله الاولانيه بتربط لي الالاستيك كونستانس الخاصه باي خامه عندي هندسيه. كمان لو احنا افترضنا ان انا عندي حاله هيدروستاتيك ستوستاسيس، هيدروستاتيك ستوستاسيس زي نقطه في نقطه في البحر او في الميه، نقطه في الميه دي بتلاقي عليها اي نقطه في سائل بيبقى عليها ضغط من كل النواحي قيمته متساويه، يعني الاجهاد في الثلاث اتجاهات بتساوي صفر، يعني لو عليه اتجاه لو انا خدت المنت منه في الاتجاه اكس واي وزد هيبقى فيه ثلاث سيجمات، سيجما اكس وسيجما واي وسيجما زد، ولكن نتيجه ان الضغوط كلها متساويه فانا ممكن اقول ان سيجما اكس سيجما واي يساوي سيجما زد يساوي سيجما. وبنفس وبالتالي فلو انا طبقت المعادله بتاعت ابسلون اللي هو الاسترين يساوي 1 على اي في سيجما ناقص ميو في سيجما زائد سيجما، المعادله اللي احنا استنتجناها من شويه، فهلاقي ان سيجما ابسلون اكس هيتساوي ابسلون واي هتساوي ابسلون زد متساويه، لان قيمه السيجما والسيجما والسيجما متساويين الاكس والواي والزد. معنى كده ان ابسلون اكس اي ابسلون فيهم هتساوي 1 على اي في سيجما في 1 ناقص 2 ميو. وانا عندي ان الابسلون في، الابسلون في اللي هو ايه؟ الفولومتريك سترين اللي احنا حسبناه قبل كده اللي هو السبمشن بتاع السيل بيحصل في الثلاث اتجاهات بيساوي ابسلون اكس ابسلون واي زد ابسلون زد. من هذه المعادله يطلع لي ان الابسلون في تساوي 3 سيجما على اي في 1 ناقص 2 ميو، ودي معادله ايه افتكر واضحه من الحسابات بتاعه الايه الجبريه الايه البسيطه اللي احنا ايه اتبعناها. وبالتالي باستخدام التحليل الرياضي البسيط الجبري اللي على اساس ان الكي بتساوي سيجما على ابسلون في اللي هو اللي هو الكي مودولس اللي هو البالك مودولس اوف ريجيزي البالك مودولس، ف وابسلون عندي ابسلون في تساوي سيجما على كي. من المعادلات دي هيطلع لي المعادله الاخيره اللي هي كي تساوي اي على 3 في 1 ناقص اي على 3 في 1 ناقص 2 ميو. دي المعادله الايه؟ الثالثه، المعادله الاخرى اللي ممكن ايه تربط لي الكي والاي مع الميو. من المعادلتين الاخرتين اللي هي
اللي هي جي تساوي اي على 2 في 1 زائد ناقص ميو، واي تساوي المعادلتين احنا لسه وصلنا لهم دلوقتي. هوصل للمعادله واحنا حاطين الاثنين مع بعض ان اي تساوي 9 جي كي على جي زائد 3 كي. معنى كده ان انا عندي دلوقتي مجموعه من المعادلات الرياضيه بتربط لي ثوابت الماده، ثوابت الماده اللي هي الثوابت التي توصف الماده الهندسيه بتاعتي او الماتيريال بتاعتي اللي انا ايه بستخدمها. وبالتالي كملخص للثوابت اللي احنا اتكلمنا عنها، الثوابت دي عباره عن ايه؟ عباره عن خصائص للماتيريال بتاعتي. اول علاقه اللي احنا عرفناها اللي هي العلاقه اللي هي المشهوره العادله السيجما اللي هي الاي تساوي الاستريس على الاستريس، اللي هي معادله بتاعت يانجس مودولس، ودي ايه؟ اي اللي هو المودولس والبلاستيستي. المعادله الثانيه اللي هي بتاعت جي تساوي التاو على جاما اللي هو ايه؟ المودولس اوف ريجيديتي اللي هو بيساوي شير ستريس مقسوم على الديستورشن او الشير سترين. والمعادله الثالثه اللي هي كي اللي هو البالك مودولس بتساوي ايه؟ الفولومتريك ستريس على الفولومتريك سترين اللي هي بتساوي سيجما اكس زائد سيجما واي زائد سيجما زد مقسوم على الثلاثه ايبسون زد. بالاضافه لكده احنا وصلنا للمعادله الرئيسيه اللي هي بتاعه الاسترين اللي هي ايبسون 1 2 3 او ايبسون اكس واي زد تساوي 1 على اف سيجما 1 2 3 او سيجما اكس واي زد ناقص ميو في سيجما 2 3 1 زائد سيجما 3 1 2. وطبعا برضو بنفس الترتيب كده ممكن نحط الاكس والواي والزدات مكان الواحد والاثنين والثلاثه. دي المعادله بتاعت الاسترين الايه العامه. ومن هذه العلاقات احنا وصلنا في النهايه الى الثلاث علاقات اللي هم اللي قدامنا دول اللي هم الجي والكي والاي. اول علاقه دي بتربط لي بين الجي والاي والميو، يعني انا دلوقتي لو انا عارف اثنين نوعات مودس اوف سيستي ورانجس مودلس فانا ممكن اجيب مودس اوف جيتي، ولو عارف المودلس اوف لاستيستي اي ويانج وبواسون ريشيو ممكن اجيب ممكن اجيب الكي او اجيب الجي من المعادله اللي هي جي تساوي اي على 2 في 1 زائد ميو، او كي تساوي اي على 3 في 1 ناقص 2 ميو. وفي نفس الوقت ممكن اجيب الاي لو انا عرفت الجي والكي المعادله الثلاثه. لكن اعتقد ان المعادلتين في السطر الاخير دوت المعادله الاولى والمعادله الثانيه اللي هو الجي والكي، ازاي انا اجيب المودلس اوف ريجيستي او المودلس او البالك مودلس المودلس دي او بالك مودلس كي بمعلوميه مودلس يانجس مودلس اي ومعامل بصيرش. يعني لو عايز اجيب اي ماده حديديه مثلا والبالك مودلس فانا عارف ان انا الاي مثلا 2 1 من 10 في 10 اس 5 نيوتن على متر سكوير وميو ب 3 من 10، لو طبقت في المعادله الاولانيه هيديني جي، لو طبقت في المعادله الثانيه هيديني الكي. وكده بقى احنا نهينا الايه الماتيريال كونستانس.